من حوالي 6 سنين، وتحديدا في فبراير 2014، وأثناء حفلة في فندق في ماونت نايل سيتي، قام 6 شباب من عائلات ذات نفوذ بتغدير فتاة باستخدام عقار مخدر اللي هو الجي اتش بي، وده عقار بيفقد القدرة على المقاومة، ولو زاد شوية اللي بياخده بيفقد الوعي تماما. المهم الشباب الستة تناوبوا اغتصاب الفتاة، وبعد ما خلصوا كتبوا أسمائهم على أماكن حساسة في جسد الضحية. المغتصبين قاموا بتصوير جريمتهم، وبدل ما يخافوا من الجريمة اللي هم عملوها بقوا هم اللي بيهددوا الضحية بالفيديو. علشان كده اضطرت البنت الضحية إن هي تهرب خارج البلاد. اللي فتح التحقيق في الموضوع ده تاني إن البنت الضحية لما شافت ردود الأفعال الإيجابية حيال المتحرش والمغتصب اللي مواقع التواصل الاجتماعي تداولت جرائمه منذ أكثر من 6 أشهر، اتشجعت وقررت هي كمان إنها تقدم بلاغ ضد مغتصبيها. ويقال أيضا إن السبب في ده بنت فنانة مشهورة كانت عايزة تتطلق من جوزها، وكان من جملة المغتصبين ففضحته علشان تخلص منه. المهم بقى النهاردة عايزين نعرف ايه هي الثغرات القانونية اللي ممكن يشتغل عليها محامي الجناة علشان يحاول يهربهم من العقوبات المغلظة اللي بتنتظرهم. وبالمرة نتعرف على الفرق ما بين الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والزنا. إن واحد يمارس الجنس مع واحدة بدون زواج فده لا يمثل جريمة في القانون المصري، المهم إن هي ما تبقاش متجوزة، أو هو كمان ما يبقاش متجوز علشان ما يترفعش عليها أو عليه دعوة تانية اسمها دعوة الزنا. يعني لو واحد بيمارس الجنس مع واحدة برغبتها ورغبته فلا عقوبة عليهم بحسب القانون، لكن لو مارسوا تلك الأفعال في الطريق العام أو في الشارع فبيتعاقبوا، بس مش على فعل الزنا، لكن على جريمة تانية اسمها الفعل الفاضح في الطريق العام. يعني من الآخر اعمل اللي انت عايزه بس في بيتك، مش لازم تفرجنا على مغامراتك الجنسية. والفعل الفاضح في الطريق العام معاقب عليه بالمادة 278 من قانون العقوبات. طب هل سيختلف الأمر لو كان في بعض الممارسات الغريبة أو الشاذة؟ لأن في فيديوهات اتسربت بعد كده فيها سحاق، فيها لواط، فيها جنس جماعي. في الحقيقة لن يختلف الأمر في شيء، لأن القانون لا يعاقب على تلك الأفعال طالما كانت في مسكن خاص. العقوبة بتقع بس على الشخص اللي بيدعو إلى الفسق، أو الشخص الذي يستدرج أنثى لارتكاب أفعال منافية للآداب، أو الذي يصدر ملصقات منافية للآداب العامة، زي ما عمل فريق مشروع ليلى منذ سنوات لما رفع العلم بتاع المثليين. نيجي بقى للنقطة المهمة، المغتصبين الستة ممكن يدافعوا عن نفسهم إزاي ضد البنت اللي اغتصبوها؟ أكيد هيقولوا إن ده كان بمزاجها وهي شربت وطلبت منهم إن هم يعملوا كده، أو على الأقل ما منعتش. طبيعي زي ما قلنا إنه لو كان بمزاجها مش هيبقى فيه عقوبة، لكن هل يعتد القانون بإرادة من تم إسكاره أو تخديره؟ الإجابة لأ. وبما أن ما يتم تداوله إن الشباب قد دسوا لتلك الفتاة المخدر، فقد تم تخديرها بغير إرادة منها، ويعتبر ممارسة الجنس معاها جريمة اغتصاب مكتملة الأركان. لكن أكيد الشباب دي هتحاول تثبت إنها تناولت المخدرات بمزاجها وإنها لم تمانع في ممارسة الجنس معاهم، وهي مسائل سوف يفصل فيها قاضي الموضوع بحسب الأدلة المعروضة أمامه. أما لو ثبتت جريمة الاغتصاب على الشباب فسوف يتم معاقبتهم بالسجن المشدد من 3 ل 15 سنة، لأن تعدد الجناه ليس ظرف مشدد في جريمة الاغتصاب، وإنما تشدد العقوبة على المغتصب إن كان من أصول المجني عليها زي أبوها أو عمها أو جدها أو من لهم سلطة عليها، يعني كان واصي عليها أو بيتولى تربيتها أو كان خادما عندها بالأجرة، ففي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن المؤبد.
وفي رأيي المتواضع إن ظرف التعدد في جريمة الاغتصاب يجب أن يكون ظرفاً مشدداً، وأن التشديد الخاص بهذه الجريمة يجب أن يصل إلى حد الإعدام، لأن الضحية بتكون تقريباً ماتت.